مين؟ أنا يحيى يا ديدي. إن سجاند. إيه ده؟ معقول؟ ديدي هانم هي اللي بتفتح الباب شخصياً؟ أنت مفيش فايدة فيك، ما بتتغيرش. وده للأحسن ولا للأوحش؟ آه ده أنت رايق رايق خالص. ليه كده بس يا ديدي؟ عشان أنت عمرك ما بتيجي في ميعادك. دايما انا مستنياك، يا متقدم يا متاخر، بس عمرك ما بتيجي في ميعادك. جننتني. مين اللي قال كده بس؟ اهو انا اللي بقول. ليه بس؟ في ايه يا ديدي؟ في ايه ايه؟ انا قعدت نص عمري مستنياك في النادي. انا عملت كده؟ اه مش فاكر طبعا. ما انت في غيبوبه، ناسي ان انا استنيتك مره 4 ساعات وقلت لك ايه اللي اخرك؟ قلت لي راحت عليا نومه ونسيوا يصحوني. نسيوا يصحوني؟ لا لا لا، يبقى انا غلطان. حقك عليا يا ديدي، حقك عليا. بس انا جاي في ميعاد يا ديدي. يعني انت محبكاها شويه؟ محبكاها شويه؟ محبكاها على برود اعصابك ولا على البطء اللي انت فيه ولا على ايه؟ انت مالك قلب عليا النهارده ليه يا ديدي؟ الله، انت جايباني عشان تتخانقي معايا؟ انا عايز اسالك سؤال، عملت لي ايه في موضوع الكارنيه بتاع ادم؟ عملت لي ايه في موضوع الارض؟ عملت لي ايه في كل طلباتي؟ طيب حاضر، ناخدهم واحده واحده. اتفضل. اولا انا رحت النادي واتكلمت مع جميع اعضاء مجلس النادي. حلو، وبعدين؟ وبعدين ايه؟ اصل انت عامله مشاكل مع كل اعضاء المجلس، وما كانش معاهم يبقى مع ستاتهم، ده غير كمان المحاضر. يعني هما كده بينتقموا مني في ابني، مش كده؟ طب انا عايزاك بقى ترفع لي قضيه على مجلس الاداره وعلى ستاتهم وعلى النادي نفسه. لا لا يا ديدي، دي قوانين النادي، محدش بينتقم منك يا ديدي. يعني ايه؟ يعني ايه حفيد الحمامصي باشا اللي هو مؤسس من مؤسسين النادي ما يبقاش عضو في النادي؟ لا يمكن يحصل ابدا. ازاي؟ هما معلقين الموضوع شويه ولسه في اخذ ورد. نخش بقى على الموضوع التاني. اتفضل. موضوع الارض بتاعي. انا النهارده كنت في المحكمه عشان اطلع على القضيه بتاعت شيرين واسال. شيرين؟ شيرين؟ ايه دخلك انت بشيرين؟ ما انا المحامي بتاعها. هي اللي طلبت منك كده؟ لا انا اللي طلبت. النهار اسود ومنيل عليا، انت خاين يا يحيى، خاين. خاين ليه بس يا ديدي؟ كده هي معترفه، خليها بقى تاخد جزائها. انت هتقف معاها ليه ديدي؟ حتى لو معترفة يا ديدي، هو ده القانون. قانون ايه بس؟ ما انا مديالك كل القضايا بتاعتي، ما كسبتليش قضية واحدة. طب ايه دي؟ ايه ده يا ديدي وعودي؟ لا على فكرة انا ما بثقش في حد وما بثقش فيك انت شخصيا. طوع من وشي. في ايه؟ صالح؟ ايه اللي جابه ده؟ خلاص يا يحيى؟ مشيت وراها وعملت لها اللي هي عايزاه. ايه ده ايه ده؟ في ايه يا صالح؟ ايه الدخله دي؟ وانت يا فريده هانم رجعت القضيه وكمان جايبه يحيى بيه يدافع عنك؟ لا هو مش هيدافع عني، هو هيجيب لي محامي تاني يدافع عني. شفت الهانم اللي بتدافع عنها اهي، بتقول لك شوف لي محامي تاني، يعني الست مش واثقه فيك. انا مش بثق فيكوا انتوا الاثنين. لا لا لا، انت مش فاهم يا صالح، في سوء تفاهم، فهي ما تقصدش يعني اللي انت فهمته. مش عايز افهم حاجه ومش عايز اعرفك تاني. أنت يا يحيى عايز تقف قصادي أنا في المحاكم عشان تاخد حق فريدة مني أنا؟ أقسم بالله يا يحيى لو ما خليتها تسحب القضية دي لا تكون النهاية بيني وبينك. طب إيه رأيك بقى؟ أنا مش هسحبها وهخليه هو اللي يدافع عني. أنا بحذرك يا يحيى، هتندموا أنتوا الاتنين. لا، هنشوف مين اللي هيندم في المحكمة. ماشي يا يحيى، هنتقابل في المحكمة وريني ساعتها إزاي هتاخد أرضي وتديها للسفيرة عزيزة. أنا أحسن من السفيرة عزيزة. وأنت تروح تعتذر بكرة لشيرين وتجيب لها محامي غيرك. لا لا لا، معلش يا ديدي مش هينفع، لأن القضية فاضل عليها كام يوم. بصي أنا هشوف لك محامي يشوف موضوع الأرض بتاعك ده ويرفع القضية. أنا بقيت محرج بينك وبين أخوكي، عن إذنك. يحيى 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 ايه ماشي؟ انت واقفه هنا من امتى؟ واقفه هنا من بدري، من ساعة ما الراجل اخوكي ده جوه عمال يزعق فيكي. ايه ده وانت سكتت له ليه؟ قال السفيرة عزيزة. ده انت احسن من اي سفيرة عزيزة. انا ما سكتلوش. لا بس جبت الورق. ما جبتش الورق. جبت ورق. اخرسي. حاضر.